في ختام مؤتمر أصدقاء السودان في باريس، أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن بلاده ستلغي ديون السودان لصندوق النقد الدولي البالغة 5 مليارات دولار. المرحلة الحالية مهمة جدا في السودان، والمجتمع الدولي جاهز للمساعدة، وفرنسا تحبذ إلغاء كاملا وبسيطا لديون السودان لصندوق النقد الدولي. من جانبه، أحصى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الأزمات التي يمر بها السودان منذ اندلاع الثورة والتغلب على النظام الماضي، وطالب المجتمع الدولي بدعمه للنهوض بالدولة. بدأت الحكومة الانتقالية بتنفيذ خطة طموحة لإعادة بناء البلاد. لقد تبنينا قرارات تضع السودان على الدرب الصحيح لتحقيق الرخاء. إن أولويات الحكومة الانتقالية تستوحى من شعار الثورة، الحرية، السلام والعدالة. إن هذه الأولويات هي التي ترشد جهودنا في مختلف المجالات. رداً على سؤال للشرق، رفض مستشار رئيس الوزراء السوداني للشراكات الدولية الدكتور عمر قمر الدين وصف الاتهام الدولي بالسودان أو وصف الاهتمام الدولي بالسودان وخاصة من فرنسا والولايات المتحدة بالتنافس، مؤكداً أن عودة بلاده للمجتمع الدولي ستسهل العمل مع مختلف الأنظمة. وليس هنالك تنافس، نحن ننظر إليه كتكامل على أرض السودان، لأن السودان ذاخر بالعديد من الموارد وقد ابتعد عن العالم قسرا في خلال 30 سنة الماضية، تلك سنوات الإنقاذ التي هب الشعب السوداني بفئاته المختلفة في ثورة عارمة لاقتلاع ذلك النظام واستبداله بنظام سيؤدي حتما في نهايته إلى عودتنا إلى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. وبذلك رأت هذه الدول أن السودان بإمكانياته الكبيرة وبموقعه الاستراتيجي وبوجود كميات كبيرة جدا من الموارد في هذه البلاد على أن تبدأ التنافس في السودان. وحول العراقيل التي ستواجهها البلاد، قال قمر الدين خلال حديثه للشرق إن السودان سيحتاج إلى ما وصفه بترتيب وضعه الداخلي حتى يتمكن من توجيه المساعدات الدولية المتدفقة. قد تم سن العديد من القوانين فيما يلي المسائل المالية والشراكات ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. نحن نحتاج لبنية تحتية قوية، نحتاج لاتصالات مع العالم، نحتاج لترتيب وضعنا الداخلي حتى يمكننا استيعاب هذه الموارد الجديدة والاستثمارات التي ستتجه إلى السودان. وخلال المؤتمر، وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بدعم السودان لمعالجة المتأخرات وتخفيف أعباء الديون لدى صندوق النقد الدولي. السعودية أعلنت على لسان وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان عن تقديم منحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد الدولي تقدر بنحو 20 مليون دولار، وأعلنت عن تحويل رصيد المملكة في حسابي الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى صندوق النقد الدولي للمساهمة في معالجة متأخرات وتخفيف أعباء الديون على جمهورية السودان.